للمزيد حول أداء الأسواق العالمية انضم إلي في الاستوديو رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سيد رائد. دعنا نبدأ بتقرير مثير لوكالة الطاقة الدولية وصفت فيه عملية إعادة التوازن للسوق بأنها عملية عنيدة تحتاج إلى الصبر مع نمو إنتاج النفط الصخري. ما الذي تقرأه من ذلك؟ حقيقة يعني وصف يتضمن الكثير من المعاني، لأنه تماما ما شهده السوق في الآونة الأخيرة من داخل أوبك ومن خارج أوبك والمحاولات للوصول لهذا الاتفاق وتفعيل هذا الاتفاق لإعادة التوازن في السوق النفطي بشكل أو بآخر، فعلا نجحت الجهود المبذولة بتحقيق توازن منطقي لأسعار النفط دون أن يكون هناك الانخفاضات الحادة وتم تلافي الفترة الأصعب التي كانت دفعت بالأسعار إلى مستويات متدنية دون 27 دولار للبرميل، وكان هناك أفاق متشائمة وسلبية لمزيد من التراجعات. طبعا الاتفاقية التي تعتمد في جزء كبير منها على المرونة وطبعا ساعدت بشكل كبير على تحقيق التوازن على الرغم من وجود الفائض في العرض على الطلب الذي لا يقل عن مستويات المليون و 200 ألف برميل يوميا. طيب هنا بالتحديد في نفس التقرير قالت الوكالة بأن جهود أوبك أسفرت عن انخفاض المخزونات العالمية بمعدل نصف مليون برميل يوميا في الربع الثاني، لكنها ما زالت زائدة عن متوسط الخمس سنوات بمقدار 219. الوكالة تقول إذا كانت أوبك ترغب بالوصول إلى ذلك المتوسط فعليها الانتظار طويل. أوبك هل لديها مشكلة في ذلك؟ أعتقد كان التوجه واضح بأنه رح يكون في تأثير مباشر على مخزونات النفط الأمريكية، مخزونات النفط إجمالا، لكن أيضا تحقيق معادلة أو توازن السعر النفطي هو الهم الأبرز في اتفاقية أوبك وفي جهود أوبك في الفترة الحالية. حتى ولم تتمكن بالشكل المطلوب أن تحقق الخفض في المخزونات النفطية في الفترة القادمة بالمستوى المطلوب أو استدامة هذا الخفض حتى تصل إلى مستويات مريحة تدعم أسعار النفط وتبقيها فوق مستويات 70 دولار للبرميل، أعتقد التوجه أيضا هو يعني تحقيق التوازن، عدم التقلب الكبير في أسعار طبعا مع وجود مع نمو نشاط التنقيب في الولايات المتحدة، يعني محاولة أدبت أو محاولة التأقلم مع هذا الانتاج النفطي الجديد الذي يدخل الساحة والذي يساهم أيضا في زيادة المعروض. طبعا كل هذه المتغيرات يعني شديدة الحساسية وشديدة الصعوبة في وضع قوانين يعني خلينا نقول تتحكم فيها حتى يثبت سعر النفط عند المستويات أقل ما يمكن عند 50 دولار للبرميل. طيب أمر آخر كان ملفت اليوم في الأسواق تحديدا الأسواق الآسيوية والأوروبية وهو تجاهلها للبيانات الاقتصادية الضعيفة وتفاعلها بإيجابية وتحقيق مكاسب على خلفية انحسار المخاوف من التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية. بماذا تفسر ذلك؟ طبعا البيانات السلبية التي صدرت سواء كانت البيانات الألمانية التي جاءت بنمو أقل من التوقعات وأيضا كان لدينا البيانات البريطانية التضخم الأدنى من المتوقع لها كان أثرها في الأسواق، ولكن تفاعلت الأسواق بعد مدة أو فترة من التراجعات والريسك أوف مود، عدم شهية المخاطرة لدى المستثمرين الذي كان مسيطر على الأسواق في الأيام الماضية بنتيجة هذه التوترات الجيوسياسية. مع انحسار وخف ضغط التوترات الجيوسياسية كان هناك دخول مراكز جديدة وكان هناك تحسن نوعا ما في الأسواق، ولكن يعني ذلك مرد إلى تخفيف القراءات أو خلينا نقول تخفيف التوتر الجيوسياسي. أما بالنسبة للبيانات فهي لا تزال يعني البيانات التي صدرت اللي تعتبر أقل من التوقعات لا تزال تشير إلى النمو، سواء بالنمو الاقتصاد الألماني سواء ارتفاع في مستويات التضخم في ضمنيتها لا تعدني سلبية كبيرة للأسواق. طيب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو فيما لو أتت التي ستصدر في وقت لاحق اليوم فيما لو أتت متوافقة مع التوقعات، هل ستغير التوقعات بشأن رفع ثالث الفائدة الأمريكية هذا العام بعد أن يعني شفنا التوقعات هذه قلت بعد بيانات التضخم اللي جاءت غير متوافقة معها؟
مع التوقعات وأدنى من التوقعات وهذا صحيح. القراءة اليوم ريتيل سيلز أو مبيعات التجزئة مهم جدا متابعتها، لأن يبدو أن الفيدرالي الآن نقطة الفصل لديه في قرار إمكانية رفع سعر الفائدة خلال هذا العام أو عدد مرات الرفع في الفترة القادمة هي التضخم. التضخم هل هو فعلا يحتاج إلى المتابعة؟ استدامة التراجع في مستويات التضخم له دور كبير في تغيير قرار الفيدرالي. آخر تصريح كان لدادلي كان أشار إلى إمكانية أنه لا يزال ممكن أن يكون هناك رفع أخير في هذا العام. بشكل عام خلينا نقول الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى قراءة أكثر للتأكد على أن التضخم دون المتوقع. طب الدولار بشكل إيجازي يعني شو يعني بين الأزمة الكورية وموضوع الفائدة؟ أعتقد تراجع بشكل كافي خلال الفترة الماضية، ولكن لا نتوقع أن يتجاوز مستويات 94 كمؤشر للدولار الأمريكي أمام سلم العملات، يبقى دون هذه المستويات. رضا الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.